بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آيات بينات مفصلة بجلاء في مواضع متعددة من القرآن الكريم، وأحاديث شريفة كثر عظمت قدر ومنزلة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، اصطفاه سبحانه وتعالى على جميع البشر، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وأعلى له قدره. ثناء الله الدائم عليه في الملأ الأعلى، وأمره للملأ الأرضي أن يصلوا عليه، فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يا صاحب الخلق العظيم صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. أرسله الله عز وجل شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. قمر سيدنا النبي قمر، ويمين. وعلى أرض امتازت وتميزت في القرآن والسنة، وأصبحت فضائلها فنا من فنون تاريخ الإسلام، فامتلكت المحروسة المجد الديني والتراث الحضري. مصر التاريخ والحاضر والمستقبل الذي استشرفته في كتاب الله آية تعدها بالأمان، فحملت على عاتقها إعلاء ما جاء في الرسالة المحمدية المهداة للبشرية جمعاء. وفي السنوات العشر الأخيرة المشرقة وصلت حاضرها الإسلامي بتراثها الحضري، فباتت السباقة في التجديد بمنهج قرآني واضح، وسبيل رباني صريح، وطريق إلهي بين، فأولت اهتماما أكبر وأوسع ليشمل المبنى والمعنى. فمن افتتاح أكثر من 10,000 مسجد جديد من أطراف الوطن إلى مصاف عمقه، إلى البرنامج الوطني للعناية بالمساجد الأثرية والتاريخية العتيقة وحماية طابعها المعماري الأصيل، وكذلك تجديد وتطوير مساجد آل بيت الحبيب المصطفى الكرام، فكان مسجد الإمام الحسين العام الماضي 2022 بصورة جمالية تسر أعين المصلين والناظرين والزائرين. وما هي إلا أشهر معدودات ويلحق مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بركب التطوير، ويفتتح العام الحالي 2023 بتشريف السيد رئيس الجمهورية، ولتصبح بذلك الضوء والبريق في عمارة المساجد وتطويرها، وتصل ماضيها بحاضرها. وما عمارة المساجد في مصر إلا جزء من النهضة الشاملة للدولة المصرية، فهنا مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي الذي يتسع لأكثر من 130,000 مصل، ولا ينقطع من داخله تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار. ودار القرآن الكريم التي احتار كل من زارها في ماهيتها واندهش من تصميمها وهيئتها، 30 قاعة رخامية، في كل قاعة كتب جزء من القرآن الكريم كأنه مصور من المصحف الشريف.
واستثمرت الأوقاف الفضاء الإلكترونية في نشر الثقافة الإسلامية والوعي الديني الرشيد عبر 36 صفحة وموقعا وقناة للوزارة، واعتمدت أطرا علمية جديدة كالتعليم عن بعد بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظ القرآن الكريم، ومن خلال منصات إلكترونية تعليمية وتطبيقات اتصال مرئية، كان تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه سواء للصغار أو للكبار واقعيا وعبر الفضاء الإلكتروني عن بعد أونلاين. وحين يهل ربيع الأول من كل عام، شهر مولد خير الأنام، الأوقاف المصرية تدرس سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحيي ذكراه العطرة بإطلاق عدد من المبادرات التعريفية بالسنة النبوية، فمن مبادرة نبي الإنسانية إلى مبادرة نبي الرحمة، وصولا لجديد مبادرة العام الحالي هذا نبينا. واستحدثت عددا من الأنشطة الجديدة داخل المساجد، من أهمها المقارئ القرآنية المتنوعة التي تصدح بأصوات لآلئ كبار قراء مصر العظماء، بجانب دروس الواعظات التي باتت من أحد أهم الوسائل الدعوية للمرأة المصرية، وأقامت الدروس الدينية للعلماء والفقهاء التي تتحدث عن سيرة وشمائل وفضائل الرسول الكريم وأثر الاقتداء بها في حياتنا. وفي مدحه والثناء عليه نسجوا له برد المديح وصاغوا فيه قلائد القصيد وسطروا فيه ملاحم الخلود من خلال المجالس الإنشادية والأمسيات الابتهالية في حبه صلى الله عليه وسلم. تظل مصر المحروسة المكرمة من رب العزة في القرآن الكريم، والمباركة بمرور من حل أو مر بها من الأنبياء والمرسلين، في دروب الارتقاء سائرة، وفي نسج الصورة الحضارية والجمالية التي تليق بصاحبة لقب قلب العروبة والإسلام، ترصد جنبات مشرقة بروح والثابت العطاء مرصعة بأمل مضاع.